اس عشق میں مر جاوا. الو معلم، ما في داعي للقلق ابدا. انا حطيت لهم فخ يا معلم، انا عملت خطه كثير مدروسه لوقعهم كلهم بالفخ. منيح، باي. ابي مانو هذا الرجال نفسه، نحن لازم نكمشه. هون الكل ياسان لانه ما عم يقدر ولا باي طريقه يحصل على الشيء اللي بده اياه. الصياد نفسه بصير فريسه لشي حدا تاني، ومين اللي بيعرف شو ممكن يصير بعدين؟ بكفي، المطار صار على مسافة قريبة من هون، لهيك هلا انت لازم تنزلي وتروحي بسرعة على هداك المكان اللي راح تهب فيه عاصفة كبيرة وتكركب حياة الكل بمجرد وصولك لهنيك. شوفي عمتي، هالمرة معك حق، لأنه أكيد طريقي رح يوديني للسر اللي لازم أعرفه من زمان، وبس اكتشف شو هو هذا السر شي أكيد رح تدمر حياة كل أعدائي وبشكل نهائي. يلا رح روح. وقفي، طلع هنيك. مو معقول اثنيناتهم اجوا لهون هلأ، أنا لازم لاقي شي طريقة تانية. انتي شو مفكرة؟ إنه فيرات وأباسانا ما فكروا يسكروا كل الطرق اللي بتودي للمطار؟ أنا عرفت بأنه هدول الناس ممكن يعملوا هيك شي، ولهذا السبب أنا عملت ترتيبات احتياطية. انتي هلأ رح تروحي من هذا الطريق نفسه، وكمان قدام عيونهم وما رح ينتبهوا عليكي أبداً. خليكي عم تتفرجي. فقدها الأوراق. حاضر سيدي. أنا فتشت كل السيارات بس بدون فايدة، ما في أثر لطارة أبداً. ماني فهمان لوين ممكن تكون راحت ومين ممكن يكون عم يساعدها. إيه، شو التقرير؟ ليش؟ ما قلت لك وفهمتك إنه بده يتحصر هالمكان؟ ممنوع تطلع أي سيارة دون تفتيش. لا لا، أنا بدي تقرير مفصل عن الوضع كل خمس دقايق. لا لا لا، تترك ولا حجر من دون ما تقلبه. ايه، شيل السيارة وطالعها من هون. هذا بيرش دخان هيك؟ تعتقد انه عم يرش الدخان قصدك؟ رح شوف مين. ليش عم ترش هالدخنة هيك؟ وقف! اتركني! اتركني! بكفي، خلص بقى. بعد عني. لازم تسمعني، ما في داعي تعمل حالك ذكي كثير.
انت اخذتنا على بيت اكس سوفيا وكذبت علينا انه هو سيد اكس، وبعدها انت اختفيت من هون، وهلا انت ظهرت مره ثانيه بس بعد موت اكس سوفيا. ليش كذبت علينا انه اكس سوفيا هو سيد اكس؟ انت بتعرف كثير منيح مين بيكون السيد اكس، لهيك قلنا بكل هدوء. يلا احكي مين هو السيد اكس. ابي مانو شفت كيف ارتعب بمجرد سماع اسم السيد اكس؟ انا حاسه انه بيعرف مين بيكون السيد اكس بس ما بده يحكي عنه شيء. اسمعني منيح، اذا ما رح تحكي شيء رح اتصل مباشره بالشرطه ليجوا ياخذوك من هون. اتصل بالشرطة ما عندي مشكلة. أنا بالحبس عند الشرطة ولا بموت تحت ايدين السيد إكس، لأنه إذا وقعت تحت ايدين السيد إكس أكيد رح موت. أنت رح تموت على الجهتين، بإيد السيد إكس أو بإيدي أنا. فيلا أحكي بسرعة كل اللي بتعرفه مين بيكون السيد إكس. يلا قول قول مين بيكون السيد إكس. رح قلك رح قلك، صدقني أنا ما بعرف كتير معلومات، بس في أخذك على المكان اللي بيروح عليه دائما كل يوم سبت، هذا كل شي بعرفه. ما بعرف أكتر صدقوني، أنا ما بعرف شي. أنت عم تحكي الحقيقة؟ صدقني هي هي الحقيقة، وقتلني إذا مو صح. ماشي، بس خلال كل الوقت أنت رح تكون محجوز عنا، مفهوم؟ إيه. أنا حاسة أنه بكرة رح نعرف شي مفيد عن السيد إكس. تارا وقفي، تارا هي عم تهرب. انا عمل لك انه تتركي من ايدك، انت جنيت الشي لحتى بدك توصي على تارا؟ هي رح تهرب. اي انا بعرف، خليها تهرب، بس انت تذكري شي واحد، انك اليوم غلطت كتير، لا ترتكبي هيك غلطة مرة تانية. انا هلأ اتحركت عواطفي بشوفتي للحب اللي بين الاخوة، الأخت ما عم تبطل خيانة والأخ عم يدعمها بكل خطوة عم تعملها. في شيء أنت أكدت لي إياه اليوم، إنه علاقة الدم اللي بين الأخوة أكبر بكتير من علاقة الحب. إيه مزبوط، منيح فهمتي هذا الشيء بكير، لأنه الأحسن إلك إنك تفهميه هلأ مو بعدين. مستحيل أقتلها لتارا، لازم تضل جنبنا، وبأي حال فاسون تارا رح تخبرنا عن تارا لأنه هي كمان مفقودة، وأنا كتير متأكد إنه هي اللي عم تساعدها لتارا. لازم نلاقي فاسون تارا ونستخدمها بشكل كتير مدروس. خليك قاعد هون بكل هدوء، وإذا بتحاول تعمل حالك ذكي ما رح خليك عايش بعد هلأ. أبي مانو أنا رح أروح هلأ وساوي شي شغلة ناكلها. كيف هالزلمة قدر إنه يطلع من هون؟ كيف قدر يفك الحبل ويهرب بهالسهولة؟ معقولة ديب هون؟ ما عم بفهم كيف قدر هالرجال يطلع من هون؟ نحن ربطناه منيح بالغرفة. هاي! وقف! وقف! أروحي ديب، ديب انت كيف تركته يروح ويهرب؟ انت بتعرف قديش هو مجرم وانه تاجر مخدرات، وانت بتعرف هذا الشيء منيح. من جهه انت سلمته للشرطه، ومن جهه ثانيه انت عم تساعده على الهرب. ليش ديب؟ فهميني انت شو عم تقولي، انا مو شايفه لهذا الزلمه قبل، انا كنت عم اساله عن العنوان، هي اول مره بشوفه. يا ترى ليش ديب عم يكذب علي هلا؟ عم يقول انه ما بيعرف هالشخص، بس انا متاكده من اللي شفته بعيوني. بس أنا قلت لك وطلبت منك تضلي على الشط، ليش رحتي من هنيك؟ أنت مين كنتي عم تلاحي؟ دخلتي حالك بمشكلة ما هيك؟ ما عم أفهم أنت ليش مضطرة تلاحي حدا؟ شوفي أروهي، أنا هلأ قدرت دبر شوية مصاري، في حدا رح يديننا شوية مصاري وبعدها نحن رح نروح من هون، لأنه وجودنا هون في خطر كبير علينا. ديب مصر انه ضل عم يكذب علي، انا شفته عم ياخذ مصاري من مبادره المخدرات مع هذا الرجال، وبعدين ليش عم يقول لي انه متدين مصاري؟
ليش عم تطلعي فيني بهالطريقة؟ بشو عم تفكري؟ قلت لك بأنه نحن لازم نطلع من هون، تعالي. أنا إجيت لهون لدور على سيد إكس، وما رح روح من هون لحتى لاقي هذا الرجال. هرب هلأ من هون، أنا متأكدة أنه هو على اتصال مباشر مع سيد إكس. نحن كان فينا نقدر نوصل لسيد إكس من خلاله. أنا وأبي مانو رح نعمل هذا الشيء على الأكيد. عن جد حابة تساوي هالشي مع هداك المحتال؟ ولهذا السبب أنت ما نطرتيني على الشط؟ أنا طول الوقت كنت أوثق فيك أكتر من حالي ديب. أنا عن جد ما بعرف شو عدد المرات اللي خنتني فيهن، بس لحد هذا الوقت ما تغيرت أبداً وضليت أوثق فيك. أنت شو عم تحاولي تقولي؟ ديب أنا بس عم حاول وصل لك فكرة بسيطة، أنه كتير مهم إلنا نلاقي سيد إكس، وكل الأجوبة عن أسئلتي الكتيرة موجودة بس مع السيد إكس، ولهالسبب تحديداً ضروري الوصول لإله. أنا بظن أنه مو كتير صعب نوصل لسيد إكس بعد اللي صار اليوم، لأنه بعرف أنه هالرجال اللي هرب من هون في عنده معلومات مهمة مخبية، وأكيد هالمعلومات بخصوص موضوع السيد إكس. لهالسبب أنا حطيت جهاز تعقب بجيبته، وما رح يكون صعب علينا أبداً أنه نلاقيه. أنا هلأ لازم روح وراه. أروحي، ما لازم تخاطري بحالك بهالطريقة. عم تفهمي؟ بدك تلاقي السيد إكس، أنا رح لاقيه، بس أنت ما رح تساوي أي شيء. عم تفهمي؟ بكفي بقى، أنت ما عم تفهم. أروحي، قلت لك ما رح تعملي أي شيء من هاد. أنا رح لاقي لسيد إكس. ديب عن جد أنا آسفة، بس لازم روح. أروحي. أروحي. شكرا للقدير. أي السكين. أروحي ساعديني لتوقفي. هلا ما في ضرورة تروحي لأي مكان. بدك تلاقي هداك الزلمة، أنا رح لاقي لك إياه، بس أنت لازم ترتاحي بغرفتك وما تعملي أي شيء. قومي هلا، تعالي ارجعي لورا، يلا وعديني ما رح تطلعي من الغرفة أبدا. يا ترى مين ممكن يرمي هاي السكينة علي؟ حتى لو هو ضربها، هو ضربها لحتى تجي على جنب، ولو كان بده كان فيه وجهها بشكل مباشر. أكيد هاي مؤامرة جديدة من شي حدا، بس معقول إنه يكون دي؟ لا لا، ديب مستحيل يعمل هيك شي. شو هالأفكار اللي عم تخطرني؟ لأنه ديب كان دائماً مستعد يضحي بحياته بس كرمال ينقذ لي حياتي. معناها مين يا ترى وراء هالمؤامرة؟ بس ديب، انت شو اللي بدك تخبي عني؟ ليش انت عم تضل تكذب علي بكل شيء؟ انا اجيت على هذا المكان بس للاقيك، بس بعد ما اجيت لهون الالغاز صارت كتير معقده لدرجه اني ما رح اقدر حلها. اروحي، شو هالعتمه؟ أروهي، أروهي، أروهي. لا بالراحت، رحت لحتى أتفقت الزلمة. الغرفة عتمة وأروهي ما لهون. أروهي صارت أسيرة عنا. إذا بدك تشوفها عايشة تعال على شط فيكتور، وطبعا تعال بأقرب وقت ممكن. أنت شو عم تعمل بالغرفة وأروهي وينها؟ أنت قلي وين خفيتها؟ ممكن تفهمني مين بتكون لحتى تسألني هيك أسئلة عن مرتي؟ أنا من شوي جبت أروهي وتركتها هون بالغرفة بأمان، وهلا أنت بهالغرفة وأروهي مو موجودة. ليك لازم تقلي الصراحة وتخبرني وين أروهي، شو اللي سويته فيها؟ أنا ما سويت شي، أنا رفيقة وأنا ما بسمح أنه رفقاتي ينأذوا. بس أروهي ما كانت موجودة لما أجيت، وما بعرف وين بتكون. كانت بأمان لما أنا كنت معها، بس هي بلشت تدخل بالمشاكل من وقت ما أنت وصلت.
تنشط فيكتور. اسمعني يا قدير، بترجاك تحمي ابني من الخطر. هو كان عم يلعب حركته الأخيرة بهاللعبة. اليوم ابني قرر يحول اللعبة كلها ورح يغير طريقته. يا قدير بترجاك تخلي رحمتك ترافق ابني على طول. بترجاك. بعتقد إنه القدير مستحيل نزل رحمته على واحد مثل ابنك لأنه هو شخص كتير شرير. وباختصار بحب قلك وفهمك إنه موت ابنك رح يكون على إيدين ابني، وهذا الشي مؤكد. رحمة القدير رح تنزل على ابني أنا وترافق. يمكن ما بتعرفي إنه ابني راح جوا ليقتل ابني. مو مهم قدي حاولتي فاسوندارا، بس ما رح تقدري تحمي ابنك، لأنه ابني أبي مانو وعدني من زمان إنه بده يحط نهاية لحياة ابنك، وإلا هو رح يقتل حاله. هذا هو المكان. وينك يا أروحي؟ أروحي؟ هلأ برأيي أنتي لازم تبلشي بجمع الناس اللي بتعرفيهم. لأنه اكتافك أكيد ما بقى تقدر تحمل شي مثل قبل. لهيك أنتي كيف رح تقدر تحمل جثة ابنك بس يموت؟ لأنه بصراحة ابني مو من الناس اللي بتموت أبداً، هو من الناس اللي بيقتلوا. لا، لازم تعرفي ما حدا بيقدر يعمل أي شيء، بس الناس اللي مثلك هي مجرد ألعاب قدامه. ما رح تعرفي لحتى تشوفي بعيونك. لهالسبب لا بقى تحلمي بقتل ابني بعد اليوم أبداً، لأنه أنت عم تحلمي على الفاضي. أنت لازم تبلشي تفكري كيف بدك تحمي ابنك منه. رح أعطيكي نصيحة مجانية طبعاً، بيناتكن الأم والابن لازم تروحوا من هون لمكان بعيد وبكل هدوء. رح تقدروا تنجوا بحياتكن ساعتها. أروحي. أنتِ شو عم تعملي هون؟ أهلا وسهلا فيك بيغاوا أبي مانو. شو كيف حبيت على مفاجأتي؟ يلا هلأ صار كل شيء تحت سيطرتنا.
انت؟ أبي مانو لساته عايش ولسه بقيان في نفس. خلينا نزته هون، هو رح يضل هون لحتى يموت. بعدين كمان صار الوقت متأخر ونحن لازم نروح من هون، ومثل ما بتعرف مانو الوقت المناسب لحتى ينكشف فيه السر. أروهي ديب ديب ديب، ما بعرف شو صاير له لأبي مانو، روح شوفه وقلي شو صار له، ما بعرف مين عمل فيه هيك. هو ديب، هو اللي قتلني أروهي، هو اللي قتلني. أبي مانو، أبي مانو، بترجاك ديب اعمل له شيء. ديب، أبي مانو ما لازم يموت. ديب بترجاك اعمل له شيء. أروهي ما فينا نعمل شيء، هو خلص راح. لا ديب، ديب هو كان رفيقي الوحيد، هو كان أستاذي بكل شيء، وكان واقف جنبي وعم يدعمني بكل خطوة. ديب هو اللي ساعدني وأنقذني من الموت، ما عم صدق كيف ممكن يموت بهالشكل هذا، ومين اللي عمل فيه هذا الشيء؟ مين؟ أنا كنت بعيدة كتير وما قدرت ساوي أي شيء. ديب أروهي، ديب حاولي تسيطري على حالك. أروهي، أنت قدرت تشوفي شيء اللي قتلوه؟ شفتي أي حدا؟ لا ديب، كنت بعيدة كتير ما شفت شيء. بتمنى لو أني كنت قريبة ديب، بتمنى لو أني شفت كل هدول الناس. ديب أنا ما قدرت أعرف مين هدول الناس. أبي مانو، نحن أكيد لسه فينا ننقذ ديب، بترجاك ساعدني لننقذه. أروهي بترجاك تهدي بقى وسيطري على حالك. هو مات، نحن لازم نطلب سيارة الإسعاف. أبي مانو، بترجاك افتح عيونك. أبي مانو افتح عيونك. هي شهادة ميلاد لأبي مانو، هي بتاريخ اليوم، تاريخ موت أبي مانو كان مخطط ومكتوب بنفس تاريخ ميلاده من قبله يلي هو تاريخ اليوم. هذا معناه إنه كل هالشي من تخطيط القاتل.
أبي مانو، أبي مانو، في حدا خطط لحتى يقتلك. يا قدير، ليش انطفت الشمعة؟ يا قدير يكون كل شي بخير. من الصبح في أفكار غريبة عم تخطر عبالي عن أبي مانو، وهلأ الشمعة. أبي مانو، الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. يا قدير، ليش أبي مانو ما عم برد على تليفونه؟ هيك بتكون المعاملة، والأوراق صاروا جاهزين، وهلا صار فيكم تروحوا، ونحن رح نبعت الجسة على مومباي بأقرب وقت نوعدكم. شكرا. أروهي، تعالي. ديب، شو اللي صار؟ لحد مبارح وأبي مانو كان موجود جنبي. أنا تعودت أنه يكون معي، يعني خلال أيامي وأوقاتي الصعبة اللي مرقت فيها هو كان متعود يعرض حياته للخطر بس كرمال أنه ينقذ لي حياتي. هو كان أستاذي وكان رفيقي الوحيد، هو الشخص الوحيد اللي كنت أمن له وأثق فيه من بين كل الناس، وهلأ هو راح وتركني. تركني وأنا، أنا كيف راح أخبرها لجورما عن اللي صار؟ كيف بدي أقدر أخبرها أنه ابنا الوحيد تركها وحيدة وراح؟ يا ديب، هي هلأ صارت وحيدة بشكل كامل. أروهي لا تعذبي حالك هيك، أنا مقدر كل اللي عم تمرقي فيه هلأ وحاسس فيكي، بس أروهي نحنا لازم نروح فورا من جوا بأقرب فرصة ممكنة. لعدي هون صارت مليانة بالمخاطر يا أروهي، أبي ماني وخسر حياته هلأ، القدير بيعرف شو رح يصير، لهيك بترجاكي أروهي حاولي تفهميني. كتير منيح لساتكن هون، في لسه كم ورقة بدهم توقيع. لا أديب، أنا ما رح روح نهائياً من جوا لحتى لقي كل المجرمين اللي خططوا كانوا ورا مقتل أبي مانو. أنا الوحيدة اللي معي الدليل المتعلق بموت أبي مانو، ويلي بيساعدني لأكشف القاتل هو وتفاصيل ميلاده، اللي عن طريقه بينفهم بوضوح أنه المجرمين كانوا مجهزين فخ لموت أبي مانو، وقدروا أنهم يحاصروه ويوقع فيه، وبيوم ميلاده قدروا يقتلوه بهذا المكان. الأخبار مأكدة؟ 100%. خلص اليوم فينا نقول إنه العقبة الكبيرة انزاحت. مسكين، هو على أساس مفكر حاله صياد، بس للأسف هو طلع الفريسة ومات. هلأ اجى الوقت لحتى نرمي الفيل بطاقة تانية، وحسب تفاصيل شهادة الموت اللي موجودة بإيدي، سمكة تانية رح توقع بالفخ خلال 24 ساعة، سمكة كبيرة. أروهي نحن لازم نطلع اليوم من جوا شو ما كان التمن. أنا عم أعمل كل الترتيبات، أنت لا تروحي لأي مكان، خليكي هون لحتى أرجع، حاولي ضلي هادية، رح أرجع فوراً ما بطول. ماشي. روزي سايرس فاسكو، الظاهر إنها بتشكل تاريخ يلي خلق فيه أبي مانو، وإذا بدي أوصل للمجرمين اللي قتلوا أبي مانو اليوم ضروري كتير بالنسبة إلي قابلهم. أكيد بيعرفوا شغلات كتيرة عن الماضي والحاضر وكل شيء. بهالوقت ما لازم يكون في أي غلط. مين ما كان اللي قتله، هو قتله بوحشية كبيرة. معك حق، هو قتله بوحشية كبيرة، بس منيح إنه نحنا ما اضطرينا نتعذب ونعمل شيء. شو صار؟ بشو عم تفكر؟ ولا شيء. بالمناسبة يا فيرات، هو انقتل ومات، بس قضية موته رح تسبب بعاصفة كبيرة.
شو قصدك؟ بقصد خليك عم تتفرج. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلي. بصراحة أنا إجيت لهون كرمال شوية شغل مهم. ولحتى أكيد أنت إجيت لهم شان تعرفي عن مستقبلك، وكرمال خبرك معلومات عن حياتك المستقبلية. صح، بصراحة بدي أعرف شغلات كتيرة مشان مستقبلي، وكمان شغلات إلها علاقة بالماضي تبعي. إيه طبعا، رح خبرك كل شي حابة إنك تعرفيه. ممكن تختاري واحدة منهم؟ انتي محاطة بكتير من الأسرار المخباية عنك والمشاكل، بس ما في داعي لحتى تقلقي أبداً. في شخص واحد رح تشوفيه عن قريب كتير، ورح ينكشف كل شي مغطى، وبعد ما تقابلي هالشخص رح تعرفي كل شي كان مخبى عنك. بس قبل هالشي أنا لازم شيل الستار عن السر اللي كرماله أنا إجيت لعندك. شوف تاريخ الميلاد اللي أنت سجلته. أنا بدي أعرف اسم هذا الزبون اللي حصل على تفاصيل الولادة. شو صار؟ أنت ليش عرقت هيك؟ شوف أنا ما في عندي وقت كتير، لازم أعرف اسم الشخص اللي حصل على تفاصيل الولادة هي. معقول يكون السيد إكس هو هذا الشخص؟ شو صار؟ ليش ما عم تقول شيء؟ شيء كتير ضروري بالنسبة لي إني أعرف. بترجاك أنا رح خبرك. أنت مفكرة حالك ذكية ما هيك؟ شو رح تعمل؟ شوفي؟ شوفي؟ أنا ما بدي إزعجك ولا رح أعمل شيء معك. بترجاكي سامحيني وروحي من هون. أنا حياتي غالية علي وما بدي موت أبداً. إذا أنت حياتك غالية عليكي فيلا روحي من هون بسرعة، وانسي إنك إجيتي لهون. يلا بسرعة روحي من هون لشوف. ماشي أنا رايحة. اتركه. بتحب حياتك كتير ما هيك؟ قلي الاسم. بدي اياك تعطيني عنوان السيد اكس. هلا انت منجم صح؟ لازم تكون تعرف منيح عن النجوم والكواكب. ما بيصير انه غلط صغير كتير مثل هذا يكون السبب بموتك. احكي. انا ما فيني اخذك على هداك المكان، الروح لهنيك كتير صعبه، ما فيك تروح لهنيك بسهوله. المكان هنيك له قواعد وكمان له ثياب خاصه فيه. اروحي. ليش هيك؟ حتى بعد ما طلبت منها أنه تنطرني وما تتحرك هي طلعت. بتمنى ما تكون راح تدور على اللي قتل أبي ماني وتفوتنا بمشاكل. هاي البنت كتير ذكية. لما خبرت أنه صعب كتير أن تجي على هذا المكان اجت لهون ولابسة ثياب رقاصة. ليش خايفة وعم تهربي منا؟ على أي حال نحن أبداً ما عم نفكر نقتل الناس اللي بالأساس ميتة. شوفي بعد ما تسمعي الأخبار اللي جتنا رح تصيري مثل شخص ميت على الرغم من أنه عايش. أنا ما بدي أسمع أي أخبار منكم، وإذا بتفكروا تهجموا علي هيك وترفعوا إيديكم وقتها أبني أبي مانو ما رح يخليكم عايشين ولا ثانية واحدة. عم تفهموا؟
شوفي نحنا مو كتير زعلانين على القصة يلي جايين خبرك عنها هلأ، بس طبعاً هاي أخبار كتير مؤلمة بالنسبة لأي إنت. أنت شو عم بتقولي؟ أنت جنيتي شي؟ اسمعي نحنا مانا مبسوطين تضيع وقتنا، مفهوم؟ اسمعيني منيح، ابنك الوحيد أبي مانيو مات. لا لا أكيد أنتو عم بتكذبوا علي. قلتلك ما رح تصدق. اسمعيني منيح، الأخبار اللي اجتنا مؤكدة، ونحن واثقين إنه في حدا كتير متوحش. لا هو ابني، ولهيك أنا بعرف ومتأكدة إنه ابني ما صاير معه أي شيء، وما ممكن يصير له أي شيء مو منيح، وما بيترك أمه لحالة. هو أكيد منيح، متأكدة أنا. أنا رح طرق قريب منك ورح أشر لك فوراً أول ما أشوف هداك الشخص. قدير بيعرف أي واحد من هدول الناس ممكن يكون السيد إكس؟ هداك الرجال حامل قناع بإيده، الظاهر إنه على تواصل مع السيد إكس. إذا لحقته يمكن أقدر أعرف أي شيء ممكن يوصلني لعند السيد إكس. هاي غورم، أكيد عم تتصل فيني هلأ لحتى تسألني عن أبي مانو. شو رح أقلها؟ كيفه أبي مانو؟ أبي مانو بخير ما هيك؟ بصراحة هو تليفونه مسكر، وهدول الجماعة عم بيقولوا شغلات غريبة كتير ومو صح عنه. أبي مانو بخير ما هيك؟ قولي لي مرة واحدة أروحي. ليش مانك عم تحكي أي شي؟ جاوبيني بس مرة. كيف رح خبرها لجورما أنه ابنها الوحيد قتلوه المجرمين ومات؟ كيف رح قلها الخبر؟ بس اطمني جورما، أنا بوعدك لا اللي قتلوا لأبي مانو حتى لو كانوا بآخر الدنيا. شو؟ قليلي شو خبرتك أروهي هلأ؟ شو ما قالت وحكت هي وغيرها عن ابني أنا بعرفه منيح. هو ما بيترك أمه وبيروح لأي مكان وما بيصير عليه شي. شو ما قلتوا أنتوا اثنين؟ قوليلي شو هي اللعبة اللي عم تلعبوها معي؟ يلا طلعوا من بيتي، أنا عم قلكن طلعوا من بيتي هلأ فوراً، طلعوا لبرا. أستاذ في خبر لازم قلك يا هديك البنت. لمين عم تعطي أخبار عني؟ أه؟ للسيد إكس؟ افتح تمك وإحكي اللي مين هو السيد إكس هلأ وين مكانه، وإلا رح أدفنك هون بهذا النادي هلأ، عم تفهم؟ شوفي بترجاكي تركيني روح، وبكل الأحوال هو مو هون وإنتي ما رح تقدري أبداً تلاقيه. أنا عم قلك لآخر مرة قبل ما عصيب، روح من هون. معناها اللي قتلوا أبي مانو موجودين هون. أستاذ شو بتحب جيب لك تشرب؟ جيب لي شراب المعتاد. حاضر. وهلأ يا سيد إكس استمتع واحتفل بآخر فوز لإلك، لأنه بعد اليوم أنت رح تضل تخسر وأنا رح أكسب. أنت لازم تدفع الثمن على كل جريمة ارتكبتها حق كل حدا بريء. مشروبك أستاذ. Thank you.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.